Sen een شباب معكم مركب جات لكم من كنت تولدت مع شباب صنعهم باب سلاح اللي هو MR28 ماكس مان رايفل لان هالماب كبير حده فخلنا نشوف شو نسوي طلع بروتل شباب هذا اللي انا اسوي العب نفس الجيم لوبي او يعني اسوي لك كنتير ويعني ما احطهم ورا بعض اخشهم وكل شو اسمه كل بس خلنا نسوي سبون شوت لاج ولا شفتين لاج بس بديت اطلقه نحاش اوكي يلا حاطلة طبعا هذا المارتن تي ات ماكس من رايفل حاطلة مازل بريك و اكستند ماجز عشان نقدر اذبح وايد جربته اخر مرة بهالماب سويت زين فيه رحت 30 ميت يمكن 11 مرات اوف منك متأكد شو يسوي؟ ابي اطلع بريتر مثل عشان اشوف وينهم واذبحهم اذا ما حشتهم بريتر مثل احط اخ إذا ما حشتهم بريتر مثل أحط شو اسمه عادي بس أشوفهم وأعرف وينهم هذا وين كان قاعد ما راح أروح إلا خاف يذبحني شيت تكفى يلا عادي نزل تحت طلع ما البحر اركض اطلع تكفى ارجوك اطلع خلاص اطلع ما اذبحوا هذا مكان نوب ما سكافنجر ولا لان عندي وايد امو هي
لا عاد كنت بطلع الهليكوبتر. واحد انسان نوب والله قاعد داخل ما كنت ادري. شفت واحد يعني وراي شكرا. أحد قطع يدي مني. لا بس اسمي برونو مع انه اول مرة يذبحني. مو عنده اختفى. شلون قاعد؟ ايه تاكي هدوء حد هدوء. وين هم؟ ميت؟ هذا ما راح يموت. هذا كل مرة طقه طقه ينحاش. اخ ده شو يدري وين شلون ترى. طقة طقة ينحاش صيد. واحد مين يلا لا بقيت كيف باكج من هناك عشان اواهيكم. هذا كامبو اوكي واخر واخر.
هذا اوه بغيت اطير ما يهمني سنتر جيم لا انا بنخلص الجيم بس مو بالوقت اللي بنخلصه هي هاي ثاني كل كام سويت بماب ستانير مع سلاح اخر مرة كنت انا دابا 33 ميت 12 اتمنى عجبكم لكم تيري ومعاكم مرة ثانية رك واشوفكم في الفيديو الجاي ويلا مع السلامة.